ولمناقشة قضية الربط السككي بين العراق وإيران معنا من عمان الكاتب والباحث السياسي الدكتور هلال الدليمي. مرحبا بك معنا دكتور. عليكم السلام. أهلا ومرحبا. أهلا بكم دكتور. مشروع ربط سكك حديد بين العراق وإيران وفي هذا التوقيت، كم هائل من الأسئلة ومن علامات الاستفهام دارت حول هذا الموضوع. نبدأها بالسؤال عن الدلالة الزمنية، لماذا الآن ولماذا هذا المشروع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لكم ولقناة الرافدين، وشكرا لكم لإتاحة الفرصة للتحدث في هذا الموضوع الخطير الذي هو جزء من المشروع الفارسي للسيطرة على العراق والشام، وما يسمى الطريق الجديد أو طريق الحرير البديل كما أطلق عليه في أدبيات السياسية التي تريد إيران من فرض الهيمنة الكاملة الاقتصادية والسياسية بعد أن هيئت لهذه السيطرة الميليشيات الموالية لها، وبدأت بتنفيذ ما يسمى بالهلال الإيراني وليست الهلال الشيعي كما يطلق عليه. نعم. الذي أراد تغطية هذا الموضوع. هذا الموضوع له جوانب سلبية كثيرة على العراق، منها تعطيل حركة الموانئ العراقية والشلل وإصابتها بالشلل التام، وتنفيذ المشروع الإيراني الذي يريد ربط ميناء خميني كما يطلقون عليه إلى اللاذقية عبر العراق. والمنفذ لهذه والمنفذ المقترح لهذا المشروع هو شركة بنياد المستضعفين الإيرانية التي هي مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني ارتباط مباشر ولها تاريخ في هذا المجال. وعقد اجتماع في إيران تضم الأطراف الثلاثة الإيرانية والعراقية والسورية. بكل تأكيد هناك آثار كبيرة على العراق تحديدا. هذا هو السؤال الذي أريد أن أطرحه عليك دكتور في الحقيقة، وقبل أن أطرحه أود أن أنقل ما قاله وزير النقل الأسبق عامر عبد الجبار. هو يعني مع أنه وزير نقل لكنه حذر من الربط السككي بين العراق وإيران، ونود أن نتعرف في الحقيقة ويتعرف المشاهد لماذا هناك مخاوف من هذا المشروع؟ أين تكمن مخاطره؟ أولاً هذا المشروع هو تعطيل كامل وشلل كامل للموانئ العراقية التي هي بالأساس تعاني من الضغط عليها من العمق البحري المعروف الـ 12 متر. لا يمتلك العراق سواها. هذا المنفذ يكون أرخص بالنسبة للعراق، واستخدام هذه الموانئ يعطي دفع كبير اقتصادي للعراق، بينما الربط عن طريق ميناء خميني معناته تسهيل الحركة التجارية وشلل في ميناء الفاو ومقصر تحديدا. ولاحظنا أنه هناك التفاف كبير على أنه تطوير الموانئ العراقية والحركات التي أدت إلى تعطيل هذا المشروع، وإضافة إلى ما تقوم به الكويت من بناء مبارك الكبير لخنق العراق. بالمناسبة هذا المشروع يتكلف من جزئين، جزء من معبر الشلامشة إلى البصرة بطولة 32 كيلومتر، مدة التنفيذ 3 أشهر تخيل. والمنفذ الآخر الالتفاف الآخر هو أيضا تقوم بالكويت مد سكة حديد إلى البصرة لخنق الموانئ العراقية وقتلها في الحقيقة، وهذه هي الخطورة الأكبر على العراق. إضافة الخطورة الأمنية، نحن وإيران وتوسعات إيران وتوجهات إيران غير مريحة بالنسبة للشعب العراقي وغير مريحة للمنطقة بشكل عام. هذا المشروع هو توقيته بالوقت الحاضر له دلالات العسكرية أكثر من الدلالات الاقتصادية. ومن ناحية الدلالات العسكرية، يعني أنت تحدثت عن الخطورة أو المخاطر الاقتصادية على البلاد، ولكن عسكريا واستراتيجيا هناك مخاطر أخرى تكلم عنها أيضا المراقبون والمحللون، وأن هناك يعني خطا سيكون بين إيران وبين ميليشياتها في سوريا وفي العراق من أجل إيصال السلاح وما إلى ذلك. ما المخاطر العسكرية والاستراتيجية؟
أولا إيران ستستخدم هذا الطريق الذي سيكون تحت سيطرتها بشكل مباشر، لأن الحكومات في العراق وفي الشام تابعة لإيران بشكل أو بآخر، فبالتالي سوف تكون هذا الخط السككي هو أكبر الموارد الاقتصادية والعسكرية في تمرير الأسلحة والمخدرات والبضائع الإيرانية، حيث يتم النقل بسهولة وبيسر، لأنه كما أسلفت أن الإدارة الفنية والإدارة الأمنية سوف تكون تحت السيطرة الإيرانية، إضافة إلى أن إيران تسعى إلى وأسست لها ميليشيات ودول عميقة في العراق وفي الشام تحديدا، لربطها مع لبنان لتكون هذا الجناح الذي حذر منه كثير من الساسة والقادة العرب سابقا، ما يسمى بالهلال الشيعي بين هلالين، وهو الهلال الإيراني حقيقة، أن إيران دولة مشروعها قومي توسعي استعماري ليس له علاقة بالمذهبية، للمذهبية فقط هو الغطاء لهذا المشروع، وبالتالي العراقيين بالذات استوعبوا الدرس بشكل كبير، وخرج العراقيون يرفضون التواجد الإيراني، ولكن هذا الإيغال في التمدد الإيراني وسيطرة إيران على مفاصل الاقتصاد ومفاصل النقل ومفاصل المفاصل الأمنية بهذا الشكل سوف يمكن إيران من الناحية اللوجستية. طيب دكتور، يعني دكتور نتوقف هنا عند موضوع مهم، يعني رئيس الحكومة الحالية مصطفى الكاظمي يقول أو يتكلم عن هذا المشروع كما وأنه ولو كان إنجازا حقيقيا للحكومة وللدولة العراقية، بينما الفوائد استراتيجيا واقتصاديا وعسكريا ستعود على إيران. هل هناك فائدة ستعود على العراق من هذا المشروع؟ أولا الربط السككي بين العراق وما بين إيران، الفائدة الأساسية لإيران وهو مشروع إيراني والمقترح إيراني من الأساس، لم يكن عراقيا بالمناسبة. نعم نعم، لأنه هي المخطط وهؤلاء لا يمتلكون إلا أن السمع والطاعة الموافقة، والأحزاب الإيرانية تعمل لصالح إيران منذ الاحتلال الأمريكي للعراق ولحد الآن بشكل علني، يعني تغليب المصلحة الإيرانية على مصلحة الشعب العراقي هذا واضح وجلي في على الأرض على واقع الحال في الأرض، والميليشيات التي تأتمر بأمر إيران الآن في العراق نفوذها واضح. إذا لا الكاظمي ولا غيره يستطيع أن يقول غير هذا، لأنهم ضمن هذه المنظومة وهم نتاج لهذه الأحزاب الإيرانية، وسيطرة إيران على السوق العراقي من الناحية بث البضائع الإيرانية في العراق وتعطيل حركة الاقتصاد العراقية الزراعية والصناعية وغيرها، إضافة إلى نحن التخوف الأكبر هو الجانب الاقتصادي مهم لأنه عصب الاستقلال السياسي لأي بلد بالاقتصاد، لكن التخوف الأكبر هو الولوج الإيراني في الإرهاب وتمويل الإرهاب والعصابات التابعة لها والمخدرات. وصلت الفكرة دكتور هلال الدليمي الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من عمان، شكرا لك.